ومع عالمنا الجليل معالي فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين حسونة، وكيل أول وزارة الأوقاف أوقاف القاهرة، ليحدثنا مشكوراً عن العدل وأثره عن العدل وأثره في استقرار المجتمع، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فخالص الشكر والتقدير لحضراتكم على حرصكم للاستماع لدروس العلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسادة الزملاء، السيد مدير إدارة أوقاف حلوان والسادة المفتشين والسيد إمام المسجد على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. أيها الجمع الكريم، ديننا الإسلامي، شريعتنا الغراء، قائمة على العدل والمساواة، بل إن بعض أهل العلم قال إنما جاءت الشريعة الإسلامية لإقامة العدل ورعاية مصالح العباد، فلا قيمة للحياة بدون العدل. وحينما نتكلم عن العدل نتذكر أن العدل اسم من أسماء الله الحسنى، الحكم العدل، اللطيف الخبير. ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أروع الأمثلة في العدل والمساواة، فلا تستقيم الحياة كما قلت بدون العدل. العدل مع الأبناء، العدل مع الزوجات، العدل مع الجيران، العدل في كل شؤون حياتك. وكفى بمن يطبق العدل بقدر ما يستطيع، متمثلا قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، كفى به شرفا وفخرا أنه يحمل بين جنباته صفة من صفات الله، ولله المثل الأعلى، وصدق الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأضرب لحضراتكم مثالا حيا قد يحدث في الواقع الحياتي والمعيشي، وللأسف قد يفعله بعض الناس بدون علم ودراية، وهو لا يدري أن فعله أو أن صنيعه هذا قد يؤدي
إلى الشقاق بين الأبناء أو التناحر أو الحقد أو الكراهية. بعض الناس أحياناً يمن الله عز وجل عليه بالمال، يمن الله عليه بالمال لإلحاح الزوجة أو لشيء لغرض في نفسه، قد يفكر في أن يعطي أحد أبنائه عطية. خلي بالك، العدل الله عز وجل أمرنا به، قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكما قلت من يتصف بهذه الصفة يحمل بين جنباته صفة من صفات رب العالمين، ولله المثل الأعلى. فيأتي هذا الرجل ويريد أن يعطي أحد أبنائه عطية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يدي واحد من أبنائه شقة أو قطعة أرض أو مبلغ من المال دون أن يعطي بقية أبنائه. هل هذا يحدث في مجتمعاتنا أم لا؟ يحدث. لذلك حينما عرضت مثل هذه المسألة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل وبماذا أجاب؟ الرجل أراد أن يعطي ولده عطية، فلم ترضى المرأة الصالحة أم هذا الولد، وذهبت إلى سيدنا رسول الله وقالت إن النعمان يريد أن يعطي أحد أبنائه عطية ويريدك أن تشهد عليها يا رسول الله. وفي رواية هو ذهب إلى سيدنا رسول الله ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على تلك العطية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم البشرية درسا في العدل والمساواة بين الأبناء، فقال للرجل هل أعطيت كل ولدك مثل هذا الولد؟ قال لا. الراوي بيقول إيه؟ بيقول إن الزوج لما أراد أن يعطي ولده هذه العطية اعترضت عليه زوجته وقالت لا، حتى تشهد عليها. حتى تشهد عليها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي لما سمع قال له هل أعطيت، قال له هل أعطيت كل ولدك، يعني أنت اديت كل ولادك زي ابنك ده؟ قال لا. قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جار، طالما ما اديتش، طالما أنك لم تعطي بقية أولادك مثل هذا الولد فإني لا أشهد على جوره. بعض أهل العلم قالوا إن الموضوع ده في جور وفيه إيه؟ فيه ظلم، لذلك لم يشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إياك أن تظن أن العدل لا يكون إلا في الشهادة، العدل والشهادة بالحق، لا، العدل في معاملاتك مع أبنائك، في معاملاتك مع زوجاتك، في معاملاتك مع الناس. لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه العطية. حينما تستشعر هذا الحديث تجد أن في عدم شهادته صلى الله عليه وسلم نزع فتيل الحقد والغل والحسد والكراهية والبغضاء بين الأبناء. طب ليه انت فضلت ده على ده؟ وعلى هذا فقس، بعض الناس ينجب من الأبناء بنتا أو أكثر، فقبل أن يموت يوسوس له شيطانه أن يكتب أملاكه للبنت أو البنتين،
أولا، من الذي شرع الميراث؟ الله. عشان كده في ختام آيات المواريث نجد أن الله عز وجل يقول إيه؟ وصية من الله. ربنا اللي وصى بكده، فريضة من الله. مين اللي وصى ومين اللي فرض؟ خلاص، دع الأمور تجري في أعنتها، دع الملك للمالك، ولا تفعل شيئا يخالف ما أمر الله به، ما وصى الله به. يبقى أول شيء اتكلمنا فيه، تكلمنا عنه، العدل بين الأبناء. والعدل أيضا يكون بين الزوجات، لو عندك أكثر من زوجة بقدر ما تستطيع. خلي بالك، في بداية الكلام قلت تطبيق العدل بقدر ما تستطيع، متمثلا قول الله فاتقوا الله. العدل بين الزوجات بقدرها ما تستطيع. وإياك أن تفهم قول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا. ولو بعض الناس يقول لك ده ربنا قال. يا أخي، أحيانا قد يكون هناك ميل قلبي، لكن ده ميل داخلي، ميل داخلي، لكن على الإنسان أن يتمثل العدل بقدر ما يستطيع. ولنتمثل شخصية وصفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفات سيدنا عمر. يا سلام، وأختم بهذه المقولة. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: أكثروا من ذكر سيدنا عمر، لأنكم إذا أكثرتم من ذكر سيدنا عمر ذكرتم العدل، وإذا ذكرتم العدل ذكرتم الله، وإذا ذكرتم العدل ذكرتم الله. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الدروس التي لا تنسى، لما في إحدى الغزوات وهو يساوي بين الصفوف قال لواحد كده: استوي يا غزية. كان اسمه غزية. اقف عدل يا أخي، اقف في الصف. فسيدنا غزية قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أقتص منك، أنت نغستني كده بالعصاية ولا بالدرة ولا بالحاجة اللي في إيدك، أنا عايز أخد حق. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن بطنه الشريف حتى يقتص. ده نوع من العدل أهو، سيدنا غزية. فلما كشف النبي بطنه انكب عليها غزية وقبلها حتى يكون آخر عهده بالدنيا تقبيله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استشهد في المعركة أو شيء من هذا القبيل. رسالتنا، ديننا الإسلامي، لنتذكر ودائما ما أقولها في كل لقاء وفي كل ندوة، عنوان ديننا الإسلامي عنوانه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد من البشر. عنوان ديننا كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ونطق به في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق التي تكون سببا في نشر الألفة والمودة والمحبة والإخاء والتسامح واليسر بين المجتمع، بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأبنائه، بين الرجل وأقربائه، بين الرجل وبني حيه، بين الرجل وبين جيرانه من بني الإنسانية، العدل. أسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جملنا وزيننا بمحاسن الأخلاق، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واجعل يا رب جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا، قولوا آمين بقلب خالص، ولا تجعل فينا ولا مننا ولا بيننا ولا حولنا ولا في مصرنا شقيا ولا محروما. وفي نهاية اللقاء
أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف العالم الجليل سعادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، ولجميع زملائنا المنظمين لمثل هذه اللقاءات. أدعو الله عز وجل أن ينفع بهم جميعا وأن ينفع لهم وأن يصلح بهم جميعا وأن يصلح لهم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور، وأحسنت حينما تحدثت عن العدل وغصت بنا في هذا البحر العظيم، بحر العدل. والعدل يكون في القول ويكون في الفعل، ويكون بين الأولاد، ويكون بين الزوجات، ويكون بين الزملاء، ويكون بين الأهل والأقارب. لذلك يقول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. والعدل ضده الظلم، فإياكم من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك يقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. والآن أيها الإخوة الأحباب، مع فضيلة الدكتور محمد أحمد علي حسن مدير إدارة أوقاف حلوان، فليتفضل. مشكور. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وحدك وإليك المشتكى، أنت وحدك صاحب الأمر وإليك المنتهى. إلهي، كيف أفتقر في غناك، وكيف أضل في هداك، وكيف أذل في عزك، وكيف أضام في سلطانك، وأنت الله رب العالمين. المعافى بحق والله من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما قضيت. كل معبود سوى وجهك الكريم باطل، وكل ملك سوى ملكك الكبير زائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد معترف لله بربوبيته، شهادة عبد مقر لله بوحدانيته. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي أنزل الله عليه في قرآنه. بماذا أنزل الله؟ أنزل الله عليه آمرا إياه بالعدل، حينما يقول الله سبحانه وتعالى له في سورة الشورى: وأمرت لأعدل بينكم، حينما يأمره الله ويقول له في النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. في سورة العنكبوت: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إلى آخر هذه المواضع الكثيرة في كتاب الله. وحبيبك صلوات الله وسلامه عليه نفذ كل أوامر مولاه في العدل بين أصحابه، والعدل في جميع شؤون الحياة. انظر إلى عدل سيد رسول الله، حينما يقف نبيك في أواخر حياته صلوات الله وسلامه عليه بين أصحابه الكرام، بين هذه الوجوه المشرقة النيرة، بين أصحابه رضوان الله عليهم جميعا وأرضاهم، أتعرف ينادي على من؟ ينادي على عمه العباس: يا عماه. فيقترب العباس بن عبد المطلب عم سيدنا رسول الله من من؟ من ابن أخيه محمد، فيقول له: اسندني يا عماه، خذ بيدي يا عماه. ثم يشير بيمناه لمن؟ لعلي بن عمه كرم الله وجهه. فيتهادى نبيك، يعني يسندانه يعاونانه على الوقوف، من؟ عمه العباس، والآخر ابن عمه عليا، إلى أن يصعد درجات المنبر، فيقف حبيبك محمدًا على درجات منبره. أتعرف ماذا يقول لأصحابه بعد حمده لله وثنائه على مولاه؟ يقول: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرًا فهذا ظهر أبيه محمد فليقتص منه. أيها الناس، من كنت شتمت له عرضًا فهذا عرضي فليقتص منه. ولا يقولن رجلًا منكم: أني أخشى الشحناء، يعني أخاف
أن يبغضني، أن يكرهني حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقولن رجلا منكم أني أخشى الكراهية أو الشحناء أو البغضاء من قبل رسول الله. ألا والله الشحناء والبغضاء والكراهية ليست من طبيعتي ولا من شأني. حينما نادى النبي بين أصحابه وهو يعرض نفسه عليهم أن يقتصوا من سيد المرسلين، من خاتم النبيين، من رحمة الله للعالمين، من شفيع المذنبين، من قائد الغر المحجلين، من الموصول بمولاه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، فإذ بأع رجل من صحبه الكرام يقف ويقول: يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. قال: فيما صارت لك، فإن والله لا نكذبك ولا نستحلفك. أتعرف ماذا أجاب الصحابي على حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له: يا رسول الله، أتذكر يوم أن مر بك مسكين فبحثت معك فلم تجد معك من مال، فقلت لي: هل معك مال؟ قلت: لك معي 3 دراهم، فطلبت مني أو سألتني ادفعها لهذا السائل، فدفعتها له يا رسول الله. فإذ بنبيك وهو على منبره يعلم أمته قيمة العدل، لأن العدل به قامة السماوات والأرض، لأن بالعدل تستقيم الحياة، ينام الناس آمنين في بيوتهم بالعدل، بالعدل يحيى الناس في الأرض، بالعدل قامت السماوات كما يقول علماؤنا. انظر لحبيبك محمدًا صلى الله عليه وسلم وهو على منبره: يا عماه، فيجيب عمه العباس على حضرة النبي محمد: أجل يا رسول الله. قال: ادفعها له يا عماه. أي عدل هذا يا سيدي يا رسول الله؟ على هذا المنوال وعلى هذا المسار صار صحابة سيدي رسول الله. ألم يصلك يا أخي أول كلام قاله خليفة رسول الله لما بايعه الصحب الكرام بالخلافة، لما ارتضوا أنه أن يكون خليفة بعد رسول الله، لما قال عمر لأبي بكر: ابسط يمناك يا خليفة رسول الله، ابسط يمناك يا صاحب رسول الله، يا من ارتضاه النبي له مرافقا في الغار، ابسط هذا اليمين يمناك يداك اليمنى نبايعك. ثم ينظر للصحب جميعا من أنصار ومهاجرين: من منكم تطيب نفسه أن يتقدم على من ارتضاه النبي له رفيقا في الهجرة؟ من منكم تطيب نفسه أن يتقدم على من ارتضاه النبي إماما لنا بالمسلمين وهو في النزع الأخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيبايعونه بالخلافة. أتعرف أول كلام قاله صاحب رسول الله خليفة المسلمين رفيق القلب والدرب والروح لحبيب الله محمد؟ قال: أيها الناس، بعد حمده لله والثناء عليه: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، يعني لست بأفضلكم. وهذا يقول علماؤنا من كمال تواضعه، من شدة تقواه ومخاشته ومخافته لله: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، إن أسأت فقوموني، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. صار على العدل طوال خلافته. من بعده من؟ عمر رضوان الله عليه وأرضاه. وصدق أستاذنا وشيخنا حينما قال: ابن مسعود أكثر من ذكر عمر، فإن بذكر عمر يذكر معه العدل، وبذكر العدل يذكر الله جل في علاه. انظر لعدله رضوان الله عليه وأرضاه. لك أن تعلم عمر كما يقول حافظ في حقه: يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها، إن جاع في شدة قوم شردتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، يجوع الخليفة، يجوع الحاكم عمر، والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. من يباري أبا حفص وسيرته؟ أو من يحاول الفاروق تشبيهها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى، أتعرف زوجته من؟ زوجته أم كلثوم بنت الإمام علي. ألح على إمامنا العظيم، ألح على ابن عم سيدي رسول الله عليا أن يزوجه أم كلثوم. ولما وافق علي ابن عم سيدي رسول الله على زواج عمر من ابنته أم كلثوم، أتعرف ماذا فعل عمر؟ ما حالة عمر؟ وقف أمير
المؤمنين عمر بن الخطاب، من أعز الله به الدين، من نصر به ملة سيد رسول الله، وقف وقال لأصحابه، لأصحاب رسول الله: ألا تهنئوني؟ ألا تبشروني؟ ألا تفرحوا لفرحتي وتهنأوا لسعادتي؟ قالوا: وفيما يا أمير المؤمنين؟ قال: برضا، برضا ابن عم سيدنا رسول الله عليا في الزواج، في زواج من أم كلثوم، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب، كل صهر مقطوع إلى يوم القيامة إلا نسبي وصهري، فأردت أن يمتد نسبي وأن يمتد صهري بصهر ونسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر: يجوع الخليفة والدنيا بقبضته، يحكم من حدود الصين شرقا لباريس غربا، من سيبيريا شمالا للمحيط الهندي جنوبا، ممالك ودول لا تكاد شمس الإسلام تغيب عنها. أتعرف ماذا يقول؟ يقول: يجوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، من يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول لفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى، أم كلثوم بنت الإمام علي تشتهي الحلوى أن تأكلها، فيجيبها زوجها العادل الحاكم الذي عارف طريق السعادة في الدنيا والآخرة، أتعرف يجيب على أم كلثوم فيقول لها: يا أم كلثوم، من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ من أين لك يا ابن الخطاب وخزائن الأرض تحت يديك؟ من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، قومي يا أم كلثوم لبيت المال رديها. كذلك كانت أخلاقه، وما عهدت بعد النبوة أخلاقا تحاكيها. ألا سمعت الشاعر حينما يقول: أمنت لما أقمت العدل بينهما، فنمت يا عمر نوم قرير العين هانيها. هذا هو عدل صحب رسول الله. انظر لعدله لما دخل ابن الخطاب سوق المسلمين فيجد إبلا سمانا مليئة باللحم والشحم، فيسأل من بالسوق: إجمال من هذه؟ أو إبل من هذه؟ فيجيبون عليه: جمال أو إبل ولدك عبد الله بن عمر. فينادي عليه: اتوني به. فيأتي ابن أمير المؤمنين. أتعرف من الذي أتى؟ عبد الله. قال حبيبك في حقه: نعم الرجل عبد الله بن عمر، لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل بعدها. يقف الولد بين يدي أبيه. اسمع ونختم حتى لا نطيل، لمظاهر من مظاهر عدل صحب رسول الله رضوان الله عليهم وأرضاهم. يقف الولد عبد الله من المكثرين في الرواية عن سيدي رسول الله بين يدي أبيه الحاكم الخليفة، فيقول له عمر: يا عبد الله، أجمالك هذه أو إبلك هذه؟ فيقول: نعم يا أبتاه. فيقول: ما لي أجدها مليئة سمينة عن باقي المسلمين، عن باقي إبل المسلمين. قال: يا أبتاه، والله اشتريتها من حر مالي، يعني من خالص ماله الحلال الطيب، اشتريتها من حر مالي يا أبتاه، أبتغي الربح، أبتغي المكسب والزيادة كما يبتغيه عامة الناس. أتعرف ماذا أجاب عمر على ولده؟ وعلماؤنا يقولون: لا حرج في هذا، يشتري ويبيع كما يشتري عامة الناس. قال له أباه عمر: يا عبد الله، والله لن يكون هذا وأباك خليفة على المسلمين. تذهب جمالك للمرعى فيقول الناس: أفسح الطريق لجمال ابن أمير المؤمنين، فتربو إبلك وتأكل على حساب أكتاف المسلمين. تذهب للسقيا يا عبد الله فيقول الناس: أفسح الطريق لإبل ابن أمير المؤمنين، فتنمو وتربح وتزيد على أكتاف المسلمين. والله لن يكون هذا يا عبد الله وأباك حاكما للمسلمين رضوان الله عليه وأرضاه. يا عبد الله، بع هذه الجمال، خذ رأس مالك وضع الزيادة في بيت مال المسلمين. أي عدل هذا؟ أي اعتقى ومخافة وخشية لله هذا؟ هؤلاء هم صحب محمد. قال ابن مسعود في حقهم عن سيدي رسول الله: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أن أنقى هذه القلوب، أن أصفى هذه القلوب، أن أتقى وأعطر هذه القلوب هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فاصطفاه الله، وشاءت إرادة الله وقدرة الله وحكمة الله أن يوجد رسول الله وأن يجعله خاتما للنبيين ورحمة الله للعالمين. ثم يقول ابن مسعود عن سيد رسول الله: ثم نظر رب العالمين في قلوب من بعد من الناس من البشر فوجد أن أنقى هذه القلوب وأن أصفى هذه القلوب وأن أطهر هذه القلوب هي قلوب أصحاب سيد رسول الله. فأوجدهم الله بإرادته وقدرته في عصر سيد رسول الله ليكونوا له أمراء ووزراء ومصاحبين
لحضرة الحبيب محمد، أما أنت يا سيدي فمعذرة إن كبى فيك تبياني وتعبيري. يا سيدي عذرا إن أنا قصرت في وصف، فإن جمالكم والله لم يوصف. أتت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو أن ماء البحار بجمعها كانت مدادا حبرا لوصف سيدي رسول الله ما كفى. والله لو أن قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب في وصف أفضال رسول الله لم تعرف. والله لو أن قبر الحبيب محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرحمن قد تشرفا. يكفي حبيب الله أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد، لكن القرآن المنزل على قلب سيدي رسول الله لم يخسف. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد. أسأل الله العلي القدير أن يحشرنا في زمرة الحبيب النبي الأمين، وأن يسقينا من يده الكريمة شربةً هنيئةً لا نظمأ بعدها أبداً. اللهم آمين آمين. وخالص شكري ووافر احترامي وتقديري لمعالي سعادة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، ومعالي الدكتور خالد صلاح الدين حسون وكيل أول وزارة أوقاف القاهرة على سعيهما. أسأل الله على ما فعلوه وما بذلوه في رعايتهم لهذه الندوات والأنشطة الدعوية والفاعليات والندوات والمحاضرات. أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم يوم لقيا. اللهم آمين آمين. وجزاكم الله كل خير. جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور، وأحسنت، وجعل الله هذه الكلمات في ميزان حسناتكم يوم القيامة. أيها الإخوة الأحباب، هكذا تمر الأوقات سريعة، إن الأوقات الجميلة تمر سريعة. لذلك يقول أحمد شوقي رحمه الله: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ويقول سيدنا لقمان لابنه: يا بني اعلم أنك حينما نزلت إلى الدنيا استقبلت الآخرة واستدبرت الدنيا، فأنت إلى شيء تسير إليه أقرب من شيء تبتعد عنه.